زعلان ايش قال لك عمي؟ ليش زعلان؟ إيه؟ بعينه ان شاء الله الحين هو قد يدي انا بيني وبينه ايش كثر عشان يناديني عمي ويها هالكبر كنا عتوي يقول لي انا عمي يصير ينادي اشوف كان انت اشوف هذاك يوم عصبتي يوم نادوش حجيه ولا لي قالوا لك خالتي ولا لي قالوا لك ما ادري شو متعصبين اشوف من حقه مو من حقه يا سلام اي نعم مو من حقه حولك شو اسمه غفور الرحيم صوبي شديد العقاب اي نعم اشوف يوم قال لك هذاك يوم رفيجي حجيه كانت تقولي له حجي ينبك كنا سابك او اي وبعين موسيقى الفنادق هذه لين متى كنا قاعدين بلوبي انا معجبه فيها انت زعلان انت مدنيت لي يعني انا قاعد على طرف يعني انا مو قاعد على طرف انت ما يخالف عادي انت بالمستشفى لي صار شيء يعالجونك يجونك يركضون اساسا هو المكان مو مكانك دلناه شنو مكان مو مكاني؟ إيه يعني قاعد على فراشي وين قاعد؟ قاعد بالكرسي هنا ليش أنا ضيف؟ ضيوف يقعدون على الكرسي أنا ماني ضيف لما يبدو يا يمة لما يبدو إني بطلبك بيت الطاعة ولد يطلب أمه بيت الطاعة؟ إيه أنت أمي على سنة الله ورسوله خليت حق الرأي العيل أنت آه ليش انتي متعودة ان الرجل يطلبك بيت طاعة ولا شنو؟ هو ما مدى مسكين ذبحتيه على طول هو بس هو بس رفع صوته مسكين كتمتي انفاسه مو لي عشان يتعلم انه ما يرفع الصوت اي يتعلم حق منو يعني يتعلم حق الاخرة او انت أي. لازم تتعلم من اللي صار لا يجيك ما اياه بسم الله عليك لا انا تعودت حبيبتي وتعلمت ليش لي تعلمته ان ما اكل شيء من ايدك تدري شنو بخاطري بخاطري روح ام المرادم السلام عليكم عليكم السلام شلونك زين الحمد لله هي تكتب سويا هذا شنو جايبت لها ماما يبي تشاي بس انت بيش يا بيتا ثانك يو مشكوره لا ما بي ثانك يو لا هذه فطيره شو اسمه شوفي عليها حرف الدي يعني هذه حقي انت شو اسمك واضحه بس هي شنو مكتوب دبليو ولا دي دي يعني حقي ضاري داري بس شاي شنو مكتوب والله قلت امي ما لحفتني انا لحف روحي مستشفى بارد بالفلتر حطيته شوفي أصلاً تدري وشنو بخاطري؟ بخاطري نروح أم المرادم. نروح نسبة بالبحر. تذكري والله أحلى رحلات كنا نروح. رحنا أم المرادم نأخذ من هذه القنافذ. تأكلينهم؟ إيه. والله بخاطري أروح أتسبح ما أدري أروح أسافر لأن الحين لين هني الجو مو جو بحر لين الحين. إيه. الماي بارد. هذاك يوم يقولون اي لا علمه البارد صح ما صار موسم لا شكلي بهج وين بتروح الحين وين تسبح تايلند اروح تايلند يعني مسافر عشان تسبح اي في بحر تايلند اي وش هالعبو هذا انت شوفي خشمك وانت تعرفين وش هالعبو ما يقطون كذي خليني اقول لك شيء يمكن انت مو عارفته في اختراع يعني تكرمين ويكرم السامع اسمه زباله هذه مثل سله ينحط فيها تشيز ونقط فيها الاوساخ ما نقط بالارض كذي عرفتي هذا الاختراع ترى مو جديد هذا يمكن انا ما ادري بس هذا قبل ما انخلق انا بسنين لا عرفتي هو يصير باحجام مختلفه وينحط بوايد اماكن بالصاله بالغرف بالحمامات تكرمين وايد ليش ما دريت عنه شنو يعني ما دريت عنه ما دريتي ما ادري عنك انت عبالك يقطون شري عادي لا عادي لا يقطون بهذه السله وبالانجليزي يسمونها garbage ولا تراش جزاك الله خير حبيبتي علمتني شيء انا ما كنت ما فيها شيء لو علمتوا أهلكم شلون كانوا يعلمونكم قبل ترى تنعكس الأدوار الحين أنتوا تقدرون تعلمون أهلكم مثل ما كانوا تردوا لهم الجميل يعني بس يما حبيبي حطني شو بسعيلي شنو بسعيلي بسعيلي
يعور. انت ليش قاعده اذا فيك كل هالقوه؟ كل هالقوه فيك وقاعده بالمستشفى، انا اللي انسدح بالمستشفى مو انت. انسدح على شنو؟ انت اللي منسدح على شنو؟ كان اشوف هالقوه اللي بايدك هذه. هذا حسدك ليش؟ شلون ليش؟ ايدينك وما قوتك وما تيان زور ولا تحسد؟ شوف انت قاعدة ليش قاعدة بالمستشفى؟ لا تزور لان قام عيونك حارة عليك. انا عيوني حارة؟ آه. من وين بجيبها؟ من وين بجيبها؟ اي من وين؟ انا عارف من وين من وين؟ قولي لي من وين؟ لا قولي من وين بجيب العين الحارة؟ ترى على فكرة العين الحارة مرات تصير وراثة. لا والله؟ إيه. وانتي تدرين انا ابد من تقولين شيء يطيح من يدي ويخر. الله اكبر. الله اكبر.